Да. Thank you.
هاتشيت وكلانك من المخاطر ويتجهان إلى مخبأ بلورج السري لأن الاستكشاف ممتع. هذا ينزف. لقد اكتشف مخبأنا، دمروه. لقد مات. أحد حراس المجرة.
ولنرى ما لديه. تريد بعض تقنية النانو؟ نفذت الذخيرة. مرحى، أدركت للتو. لو كنت عالماً وسأقضي جميع أوقاتي في دراسة العقول، كان سيلزم أن أقدم نفسي في الحفلات بصفة عالم العقول. يبدو أكثر تأثيراً من مساعد مستشار المخفر العسكري في بلارك. سيلزم تحريره قبل الحصول على عقله. كنت سأخرج لجمع العقول بنفسي، لكن الطبيب أخبرني أن حالة إصبع قدمي خطيرة. أنا لا أعرف ما معنى هذا، ولكنه طلب مني المكوث في مكان واحد قدر الإمكان، وقد يتعافى بنفسي لو جعلت الآخرين يتوقفون عن محاولة إيقاعي. سأستشير طبيبا آخر. I
تجارب هذه فسأكون الرائد في التقدم نحو آفاق جديدة، وإذا فشلت فسيكون ذلك بلا جدوى. على كل نحاول البقاء مشغولا. الهدف.
كارثة، نفذت الذخيرة. يجب القضاء عليك. Oh!
وشيك. كارثة! نفذت الذخيرة! السيد زوربر هنا ليقتل. أصيب سيد زوركم بالملأ. يحتاج السيد زورك إلى تلك المسامير. تماره هو الألم. اهرب واخبر اصدقائك ان السيد زورك هنا ليقتل. اهرب قبل ان يجدك السيد. Hey!
سيكون جيش توارد الأفكار عن بعد جيداً للغاية. إليكم روبوت المعلومات، تذكروا لم أعطيكم شيئاً. مساء الخير يا أصدقاء البلار، القائد دريك هنا مع آخر أخبار طلبنا المتعلق بالمنزل الجديد. في الأيام القليلة القادمة ستلاحظون زيادة في نشاط كائنات البلارج حول المجرة. رغم أن التحركات قد تلفت السلطات لخطتنا، إلا أنها ضرورية جداً لتأمين ممر آمن من أجل الحصادات. مثال على ذلك مدفع صد ستار ووتش على كوكب بتانيا. مدفع الإطلاق الأرضي إلى الفضاء الأيوني قام بحماية المجرة من الغزو منذ كنا نعيش تحت الأرض في بداية الأمر. إذا قمنا بتعطيل ذلك فقد تستمر خطتنا الرائعة هذه. تجري الاستعدادات على قدم وساق، لا داعي للخوف، حافظوا تماماً على الخطة. إلخ بمجرد أن نقضي على ستار ووتش والقوات المحيطة سوف ندخل إلى المراحل الأخيرة من خطاتي. يجب أن نوقف دريك من تدمير مدفع ستار ووتش الدفاعي. تشير سجلاتنا إلى أن المدفع موجود على كوكب باتاليا. أتمنى ألا نكون قد تأخرنا. إذا كنت تبحث عن عمل إضافي فسأعطيك مكافأة على جمع أي عقول متبقية في المنطقة، وإذا وجدتها جميعا فسأعطيك مكافأة مميزة. يجب أن ننتهي من ذلك. لقد مات.
نافذة الذخيرة. Thank you.
كارثة! نافذة الذخيرة! تقلبات في الغلاف الجوي، فشل ميكانيكي وشيك.
تقلبات في الغلاف الجوي، فشل ميكانيكي وشيك. Thank you.